مشاهدينا، والآن إلى الموضوع الذي يهم اللبنانيين، وهو الدولار والليرة اللبنانية، وماذا إذا رفع سعر الصرف الرسمي. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي. صباح الخير أستاذ جباعي. صباح الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ بماذا يعني أن ترفع وزارة المال سعر الصرف الرسمي بالتنسيق طبعا مع مصرف لبنان من 1507 ل 3 و 6 أو حتى 8000 ليرة. لا قطعا سعر صرف دولار 1500 ليرة بطل منطقي، ولكن أي ارتفاع على سعر الصرف بغض النظر عن نسبة الارتفاع سواء كان 3 أو 6 أو 8، نحن بحاجة قبل لدراسة حقيقية لوضع هذا الأمر على الأسواق ودراسته على الوضع النقدي والوضع المالي. اليوم نحن عم نعيش تخبط نقدي كثير كبير بالبلد وعشوائي بالقرارات المالية. بالتأكيد نحن منأيد رفع سعر الصرف، ولكن بعد خطة اقتصادية واضحة وخطة تعافي اقتصادي. مثلا بدنا نشوف شو بدنا نعمل بموضوع معاشات الموظفين، الرواتب والأجور، موضوع القروض، هذا بده كله دراسة بحاجة لتعمق، لأنه اتخاذ قرار اليوم عشوائي من دون حسابان الانعكاسات السلبية ممكن يؤدي لكوارث على الصعيد النقدي، خاصة على صعيد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، لأن أي رفع على سعر الصرف من دون هذه الدراسة من دون هذه الحسبة ممكن يعطينا ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. لذلك يفضل قبل الدخول بهذا الأمر أن يكون هناك خطة شاملة، خطة اقتصادية ومالية شاملة، تعافي اقتصادي معين، بنود محددة، اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، اتفاق بين جمعية المصارف والمصرف المركزي والحكومة أي وزارة المال، ومن بعدها نتحدث عن كيفية رفع سعر الصرف من عدمه. نعم، عم نشهد حاليا دكتور محمود تضاؤل بالفرق بين دولار المنصة ودولار السوق السوداء. برأيك هل رح يتوحد سعر الصرف؟ صعب جدا اليوم توحيد سعر الصرف على سعر محدد. لا أشرح بسهولة ليش؟ لأن اليوم عدد المضاربين على الليرة بالسوق كثير كبير. يعني مصرف لبنان لما أخرج نفسه من المعادلة من فترة سنتين لليوم ما في يجي يتدخل الوقت اللي بده لحتى يضبط الأمور بعد ما هو ساهم بفلتانا. كيف ساهم بفلتانا؟ أعطى إمكانية للمصارف فئة ألف، للمصارف كمان بالسوق العفر للصرافين فئة ألف، وللصرافين بالسوق السوداء، للمصارف التجارية، واليوم عم بمد إيد الأومتي للسوق عبر طباعة ليرات بشكل كتير كبير. 1200 مركز للأومتي بلبنان عم يحصل كل مركز منها بين 800 مليون لمليار ليرة باليوم. يعني أنت عم تحكي عن ألاف مليارات الليرات عم تنضخ بالسوق. كل هيدا كبر عدد اللاعبين بالسوق بموضوع المضاربة على الليرة. هذا بيأكد قديش صعب نحن نوحد سعر الصرف قبل الانطلاق لخطة شاملة بالتعافي الاقتصادي والمالي اللي حكيت عنها من شوي. مصرف لبنان بيقدر يضبط سعر الصرف لما يبلش يخفف مضاربته على السوق السوداء، لأنه اليوم هو دخل كمضارب عبر المصارف والصرافين الكبار وكذلك عبر الأومتي. إذا دخل عاد الأمر وخفف عدد المضاربين ومن ثم لجأ لإجراءات لضبط وضخ الدولار بالوقت المناسب، ممكن نحكي عن عملية ضبط موضعي للدولار، أما ضبط كامل للدولار ولا يمكن يصير بدون خطة تعافي اقتصادي تبدأ في موضوع الكهرباء، بموضوع الاقتصاد البنيوي، تخفيف العجز في الميزان التجاري، تخفيف العجز في ميزان المدفوعات. هذا أمر كتير كبير، نحن بحاجة لوقت طويل لحتى نوصل لنحكي بمفهوم توحيد سعر الصرف، وإنما ممكن نحكي عن ضبط معين للرينج بسعر الصرف بين السوق السوداء وسعر مناسب سعره. طيب، انه يرتفع سعر صرف الدولار رح يرتب بطبيعه الحال يعني اعباء ماليه على المواطنين. مثلا شو رح يصير بالقروض السكنيه، باسعار السلع، بالمكالمات الهاتفيه، بعقود الايجار؟ طبعا هذا اللي حكيته من البدايه، انه رفع سعر الصرف من دون ما نعمل دراسه للقروض السكنيه، للقروض الشخصيه، للقرض السكني اللي هو بالليره ما فيهم يزيدوا عليه اي سعر لانه هو بالليره، يعني المواطن اخذوا من شركه من مؤسسه الاسكان بالليره اللبنانيه فبردوا بالليره اللبنانيه وفقا لقانون النقد والتسليف. اما القروض الاخرى، قروض الشخصيه او قروض الشركات، بالتاكيد نحن بحاجه لدراسه لهذا الامر عشان ما يتاثر السوق سلبا ولحتى كميه السداد كمان ما تتاثر. اثنين، انا ما فيني ارفع سعر الصرف الرسمي بدون ما يكون عندي خطه لزياده الاجور، خطه متحدده ولزياده الاجور عبر سياسه السلم المتحرك للاجور لحتى اشوف قديه عم ترتفع الاسعار بالسوق، قديش اليوم صار بحاجه المواطن. انا حاعطيكي هلا دراسه قمنا فيها، اليوم اذا عائله مؤلفه من اربعه اشخاص
هي بحاجه بالشهر ل 13 مليون ليره لحتى تعيش حياه عاديه، فما بالك بعد رفع سعر الصرف الرسمي قد ايه بده يزيد التضخم المالي بالسوق اللي وصل اليوم لحوالي 303%. وفي شهر من الشهور نحن تخطينا كل دول العالم بحجم ارتفاع مؤشر الاسعار لتخطى ال 167%. يعني هذا الموضوع بحاجه لدراسه شفافه ودقيقه، لانه اي قرار عشوائي ممكن يتخذ هذا الامر حيخدنا لكوارث نقديه وماليه حيدفع ثمنها المواطن اللبناني، حيدفع ثمنها الموظف اللبناني، حيدفع ثمنها كل من يتقاضى بالليره اللبنانيه من قدرته الشرائيه. نعم، في سؤال بعد، يعني هذا السؤال دائما بنطرحه كل يوم، قد ايه الدولار اليوم، قد ايه الدولار بكره، او يعني هذا السؤال المعتاد صار عند اللبنانيه. برايك الدولار حاليا يعني لوين ممكن يوصل؟ بعرف انه ممكن تقول لي ما له سقف، ولكن ما في رقم محدد قريب تنعرف قد ايه ممكن. لا انا بحدد لك سقف، انا دائما بحدد سقف الدولار مع فترات زمنيه، مع حضرتكم اكيد وصاروا. اليوم نحن سعر صرف الدولار يعتبر منضبط بين 26 و 28 ألف، لسبب أنه مصرف لبنان لجأ لتعميم ضخ جزء من الدولارات بالمصارف. ولكن هذا الأمر ما بينزل سعر صرف الدولار، هذا بيضبط سعر صرف الدولار على رينج محدد. اللي بينزل سعر صرف الدولار حاليا هو التوقف عن طباعة الليرة وعن مد السوق بالليرة اللبنانية. وقتها بنيجي ممكن نحكي عن انخفاض سعر الصرف، وهذا شيء الصراحة منه واضح أنه رح يصير. فتوقع مستقبل سعر الصرف اذا استمرينا بالتعميم 161 الانضباط بين 26 و 28 الف ليره، اللهم احداث سياسيه محدده بيتاثر فيها الدولار بنسبه 20 ل 25%. يعني مثلا اذا صار في اجتماع للحكومه ممكن نشهد انخفاض دراماتيكي لسعر الدولار لقريب يكون من سعر منصه صيرفيل، الدوره رح تنزل لسعر اقل. واذا صار في عندنا مشاكل سياسيه ممكن يتخطى الدولار يرجع مره ثانيه 30 الف، ممكن يوصل ل 33 او 35 الف ليره. يعني شكرا جزيلا لك ضيفي لليوم الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي، شكرا جزيلا لكل المعلومات. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع للحدث والزميلة نانسي السبع.